مفردات خطة الدرس، يعني الحاجات اللي المفروض أبقى مجهزة أو لازم أكون عارفها عن الدرس. أول حاجة اسم نشاط أو عنوانه لازم نكون عارفينه، زي مثلا نشاط حمل الصينية، نشاط الصب، نشاط الغرف. السن لازم أكون كاتب أو عارف محدد العمر المناسب للطفل لأداء النشاط ده، مثلا من سن 2 سنين ل3 سنين، من سن 3 سنين ل5 سنين، وهكذا. الأدوات يعني الخامات اللي أنا المفروض هشتغل بيها لازم أكون محددها. ده ليك أنت، يعني مفردات خطة الدرس ده بيبقى ليك أنت، بتبقى محدده لنفسك، عشان المفروض ان كل نقطة من دول لازم تسقطها على الطفل. مثلا العرض اللي هو طريقة التقديم او طريقة شرح النشاط ده، اللي هو هبقى كاتباهولك، كاتبالك الحاجات دي بالظبط، مفردات خطة الدرس، على تمرين تمرين. كل في قبل كل تمرين هتلاقيني كاتباهولك، تبتدي تنقله عندك في دفتر عشان يبقى موجود تراجعه في أي وقت تحب. أيضا نقاط التشويق، لازم يكون كل تمرين بعمله في حاجة فيها نقاط تشويق للطفل، زي مثلا صوت الصب والغرف، صوت المية وهي بتنزل في الصب مثلا. مثلا لما أكون بغسل ترابيزة في مايكا، صوت الدعك، ها، زي لما نكون بنغرف حبوب بالمعلقة زي البسلة أو اللوبيا الناشفة، لما بتنزل بتعمل صوت في السلطانية أو في الطبق، الحاجات دي كلها. أيضا من مفردات خطة الدرس تصويب الخطأ. قلنا إن كل تمرين بيبقى فيه تصويب خطأ ذاتي عشان الطفل، أو تصويب خطأ الطفل، اللي يبقى لو حصل كذا تبقى عارف إن أنت كده أخطأت ولازم تعيد التمرين، تمام؟ مثلا زي في صب الماء، لو حصل وقعنا واحنا بنصب الميه مثلا من الدوره للكوبايه، لو حصل واحنا بنصب في الكاس وقع الميه، يبقى نشفها بالفوطه وكده يبقى احنا اخطأنا. لازم نحافظ على الاداء واحنا بنصب، ما ندلقش ميه او ما نخرجش الميه بره. مثلا الاهداف، الأهداف أيضا من مفردات خطة الدرس، الأهداف المباشرة وغير المباشرة. أهداف المباشرة إن أنا أعلم الطفل التمرين نفسه اللي أنا عايز أعلمه له، حمل الصينية، الصب، الغرف، أعلمه الحاجة المباشرة اللي أنا بعلمها له، تمام. أما الأهداف الغير مباشرة، مثلا إن أنا أأهله لتمرين جاي، زي مثلا إن أنا في تمرين اللضم بتاع الخرز، أنا بجهز الطفل للكتابة، لتمارين الكتابة اللي هيجيلها في وقت لاحق أو في سن أكبر، تمام؟ فيبقى إحنا لازم يكون كل تمرين هتلاقي ليه هدف غير مباشر، بيدرب على الايه التمارين اللاحقة أو اللي جاية. مثلا زي أنا بعلم الطفل تمرين مسك المعلقة، أنا بعلمه ازاي يمسك المعلقة عشان في المرة اللي بعدها هعلمه ازاي يغرف، عشان في التمرين اللي بعده هعلمه ازاي يتناول طعامه بنفسه وهو ماسك المعلقة وبيغرف من الطبق وبياكل، في بيضع المعلقة في فمه، تمام. احنا بنجزأ الخطوات على هيئة تمارين صغيرة عشان في النهاية نعمل تداخل بين 3 4 تمارين ينتجولي تصرف معين. زي ما قلت، عشان أعلم الطفل إزاي ياكل لازم أعلمه الأول إزاي يمسك المعلقة، وبعدين بعد ما أعلمه إزاي يمسك المعلقة أبتدي أعلمه إزاي يغرف من طبق باستخدام المعلقة، وبعدين بعد كده أعلمه إزاي يدخل المعلقة في بقه وابتدي يتناول الأكل، تمام؟ من مفردات خطة الدرس إن أنا بضيف تغييرات يمكن إجراءها، يعني مثلا إن أنا علمته يشيل مثلا صينية فاضية،
بعد كده اقول ممكن احنا بقى في تمرين حمل الصينية ده نحط اغراض على الصينية ونخلي الطفل يمشي بيها، يحملها ويمشي بيها عشان امرنه على حاجة اعمق او ايه حاجة اصعب شوية. ازود الصعوبة واحط كاس على الصينية، ازود الصعوبة واحط كاسين على الصينية، بس طبعا مع التمرين. تمام. طيب اما بقى النشاط الاضافي، ان انا استخدم مثلا هو بيشيل الصينية وعليها الكوبايات دي، بس استخدم صينية اكبر، اخليه يتعلم ازاي يشيل صينية العمل اللي عليها تمرين كامل، اخليه يتعلم ازاي يشيل صينية وعليها اطباق مثلا طبق او طبقين. تمام. ده بالنسبة لمفردات خطة الدرس. اقسام بقى تمارين الحياة العملية، احنا قلنا ان انا بعلمه الحياة العملية، يعني الحياة الحاجات اللي انا بمارسها كإنسان بالغ عايز اعلم الطفل ازاي ايه هو يمارسها. طيب هنقسمهم لايه؟ لجزئيات. تمارين حركية، تمارين حركية يعني انا قبل ما ابتدي اعلمه ازاي يشيل ويحط ويروح ويجيب ويغسل ويطبخ لازم اعلمه الاول ازاي يبتدي يحرك عضلات ايده ويتحرك عشان أأهله للخطوات الأصعب. فالتمارين الحركية بتنقسم تمارين حركية بسيطة، تمارين حركية متوسطة، وتمارين حركية معقدة. تمام. عشان يبقى مؤهل إن هو يعمل التمارين اللي بعدها اللي هي العناية الشخصية، والعناية الشخصية داخل تحتها إيه؟ تمارين النظافة الشخصية، ان هو يغسل وشه ويغسل ايده ويتحمم ويتوضى، انه يدخل تويلت، انه يسرح شعره. تمام. كل دي يقص ضوافره، كل دي عناية شخصية، يغسل اسنانه، وايضا تمارين الملبس، ازاي يلبس هدوم ايا كانت بقى، هدومه فيها سوسته، فيها زراير، فيها كباسين، فيها يلبس حذائه، يربط الفيونكه، كل الحاجات دي من ضمن تمارين الملبس. في تمارين اعداد الطعام، ازاي يحط يجهز المائده، ازاي يجهز الطعام، ازاي مثلا يعمل حاجات على قده، مثلا يبشر خياره، يستخدم مبشره يبشر خياره، يبشر جزره، ازاي مثلا يقطع رغيف عيش، الحاجات اللي هي يعني رغيف خبز، يعني الحاجات اللي هي التمارين البسيطه في اعداد الطعام. وعلى فكره في اطفال من 3 ل6 سنوات بيعدوا الاطعمه، يعني انا عندي في اطفال بيعملوا بسكوت وبيعملوا كنافه، بيعملوا بمساعده طبعا الموجهه او مدربه المونسوري او الجايد، ولكن هو يعني من كتر ما كررنا دلوقتي بقوا بيعملوه بشكل كامل لوحدهم. مثلا في رمضان بندمس الفول، بنعمل كنافة، في العيد بنعمل بسكوت والكحك بتاع العيد، وبيبقوا سعيدين جدا وبيجهزوا بيقطعوا بالقطاعات، والحاجات دي كلها بيعملوها، يعملوا عصير. فما نقولش انه معقول الطفل من سن 3 سنين بيعمل الحاجات دي. من 3 ليه؟ هو طبعا انا ما بيستمرش حتى ل6 سنين، لان 6 سنين ده سن المدرسة عندنا، فيمكن اقل من كده، من 3 ل4 سنين بيكونوا بيعملوا الحاجات دي كلها، بس بالتدريب، لانه هو طول الوقت بيتدرب. كمان من تمارين الحياة العملية تمارين اللياقة والآداب العامة، زي ازاي يستأذن للمرور، لو سمحت ممكن أعدي، ازاي يستأذن عشان يتكلم، ازاي لو حابب، لو في مضطر ان هو يقاطع حد وهو بيتكلم، الطريقة اللي يقاطع بيها وتكون طريقة مؤدبة،
الاتيكيت بتاع مائدة الطعام والاتيكيت بتاع الأكل، ازاي يفتح باب، ازاي يخبط على باب، طبعا كل ده بأسلوب لياقة وأدب، ازاي يقعد على الكرسي، وازاي يسلم على زميله أو يسلم على الآخرين، الحاجات دي كلها، ازاي يشكر، ازاي يقول شكرا لما حد يعمل له حاجة. كل الحاجات دي من تمارين اللياقة، وان شاء الله هنستعرضها تمرين تمرين. ايضا تمارين العناية بالبيئة، سواء البيئة الداخلية او الخارجية، ازاي ينظف ترابيزة، ازاي ينظف حائط، ازاي ينظف شباك المراية، الازاز، ازاي يكنس الارض، ازاي يلم الورق مثلا بتاع الشجر في الجاردن، ازاي يسقي زرع، ازاي يقلم الزرع، كل ده الاطفال بيعملوه بالفعل، ولكن طبعا لازم يكون في تمارين، لازم يتمرن عليه.